فرحانين من الجمهور قنيطره اليوم، فرحانين معنا. السلام عليكم خويا. الماتش في المستوى، وتحيه لخويا خويا شو سميتو؟ المهم الماتش اخويا في المستوى، وكنشكروا كاع اللعابه من القلب، والله يبارك خويا. الماتش زوين اخويا بالروج، ولا في خاطر خويا حكيمي يستاهل لعاب ناضي، في خاطر خويا بيوض احسن حلاق، وبيوض وبيوض. تشوفوا شو الشعب قنيطري فرحان بزاف اليوم بهذ المباراه هذه، مباراه اللي كانت واعره. كيفاش جاك الماتش شخصي اليوم؟ انا فرحانه بزاف هذا الشيء اللي حققه المغرب. بزاف. كي جاك الماتش زوين؟ زوين، برافو عليك. فرحتي مزيان، فرحتي مزيان، فرحك المنتخب، ونتمنوا يفرحنا باش نديو الكاس ان شاء الله. خويا قول لينا كي جاك الماتش صاحبي؟ احسن ماتش، احسن ماتش من 1974. عافاك اخويا، العز العز بيك. كما كنشوفوا الناس فرحانين، فرحانين ديال بصح، فرحانين. ما السلام عليكم. المهم حنا فرحانين بزاف من هذا المنبر 4-1، وخا تقول بنا في الاول 1-1 هانيه. المهم جابوا لنا العز لهنايا. تنشكر الدراري اللي تعاتلوا اليوم، تنشكر الدراري. تنشكر الدراري اللي تعاتلوا اليوم، تنبغي ربي ان شاء الله يدوزوا الكاس واهلونا. المنتخب كان الماسك في متناول، عم خصهم زياش ومزراوي، وخصهم حمد الله ضروري، حمد الله يزيدهم. ما عرفتش العب، مكرهنا الزياش يجي والمزراوي، المزراوي المزراوي. حمد الله وديما حلال. زياش دي بغينا زياش حنايا، كلشي تيبغي زياش، ولكن المنتخب دار مولي مقابله زوينه، فرحنا بزاف كما كتشوفوا الناس، كما كتشوفوا قنيطره فرحانه. قنيطره الجزائر، خاطر الجزائر، وخاطر المغرب، خاطر تبون بروك، خاطر تبون شنقريعه، وبخاطر خوتنا الجزائريين. هاد الفوز ما خديتوش، حنا عطيناه لكم. الناس فرحانين كما كتشوفوا بلبله مدينه قنيطره. كي جاك الماتش؟ كان داز مزيان، وفرحنا ديما مغرب، ديما مغرب. تبارك الله عليك عمي، الله يعشر بالك، الله يعافيك عمي. كي جاك الماتش اخويا؟ قول لي كي جاك. شوف اخوتي، 4-1 ما ساهلاش، وكلمه بغيت كلشي يقولها، واحد ما بغيناش خطر، ما بغيناش واحد خطر، ما بغيناش. خليل وزات، وبارك عليك، بارك عليك خليل وزات، سير بحالك، على اش باغي ينق خويا؟ اش نقول لك؟ راه حنا شحال هادو، حنا ضايعين من هاد من هاد الفرحه، وحنايا فرحانين الدم ديما. ساكن ساكن، دار الماتش مزيان، والسماخ وخمسه ديما مغرب اخوتي. هلا بخويا، خويا كي جاك الماتش ديال اليوم؟ قود انت باين ليا زاهي اليوم. ماشي عزاهي بزاف، شهير شهير الفريق الوطني من قنيطرة للعالم. ايشان اخويا الكاك ديما كاك حلالة بوي. تحية طارق السوداء، طارق السوداني، ونايف اكرد، نايف اكرد، ديما مغرب. واحد الكلمة، سير المدرب الله يعطيك الخير، ما دخلش لناش نصيري، كنت خاشينا نصير كنت جبناها. وكي جاك الكعبي؟ الكعبي كي جاك؟ الكعبي والله ما غبال اش هو. تحية دار الزدو. زيد اخويا، كي جاك اخويا الماتش ديال اليوم؟ الماتش زوين اخويا، فرحونا المنتخب المغربي، فرحنا بزاف. شكرا للحكيمي، قدم واحد المباراة جيدة. بونو الله يشافي، حتى هو حارس ممتاز، وكنتمناو لهم حظ موفق. ديما كاك حلالة، ديما كاك حلالة بوي، ديما ديما مغرب مغرب. حيد الله يدير الخير، ديما مغرب ومبلبله ودايزه واجد. وكي جاك الماتش من المطار؟ جا خويا زوين، هذا الشيء من المستوى، والمغرب ان شاء الله الى العالميه، ان شاء الله مونديال قطر، ان شاء الله ان شاء الله. خويا الله يحفظك خويا. اخوتي اشي 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 زيد عندك عندك. ديما مغرب خويا. بزاف المغرب على خويا، خاف تاخر بوط على يطرا نايف عكاد على هاد الجود. كاك حلالة بوي، ديما حلالة. جماهير مغربية فرحانة بزاف. هذا خويا فزنا في المنتخب، وان شاء الله ندوزو لكاس العالم، ونديرو شي انجاز كبير ان شاء الله. ان شاء الله خويا، علاش لا. تحية الملكة مهم تشجيع الشوبين. كلكم خويا فرحانين اخويا بفوز المنتخب المغربي، صراحه الدراري كانوا في المستوى،
كانوا في المستوى وتنشكروا الدراري على المجهودات اللي داروا. فيفا مالوك ديما مغرب اخويا في الشو. التحيه ليا صاحبي. كاين الكاك والمنتخب وديما خضراء وديما مغرب وديما مغرب. كاين الكاك. خويا قول لي كي جاك الماتش ديال اليوم اخويا؟ تبارك الله الفرحه كما كتلاحظوا الجمهور قول تهري شحال هذه وفرحه هذه الفرحه. الحمد لله الحمد لله الفرحه هذه شحال ما عشناهاش والحمد لله. كتشوفوا الاجواء في مدينه قول تهري تبارك الله كل شيء زويون ولدي هو كل شيء فرحان الدراري كل شيء فرحان الحمد لله على الاجواء هذه وشكرا للرجال شكرا شكرا شكرا. فرحان الحمد لله فرحانين الله يلا زوين معنا زيد اخويا. خويا احسن ماتش داز فرحونا تالو المونديال ان شاء الله نتمنوا احكي اليوم ديال بصح. وي خويا والله الا فرحنا بحال الفرحه الحمد لله خويا والله الا تحيه للمغاربه الاشقاء بهذا الفوز العظيم. اخوكم من مصر مصري انت يا نعم مصري يا خويا حق. نحن فرحون جدا بهذا الفوز المغربي الذي حقق نتائج ايجابيه وتفوق على الفريق المغربي. مزيان لعبوا مزيان تبارك شحال ما فرحتي بحال هكا شحال؟ والله الا فرحت اليوم العيد ميلاد ديال ولدي جا داك الشيء صدفه سميت سليم اليوم دار 4 سنين جا نهار زويون تبارك الله يخليها لك الله يخليها لك. كي جاك الماتش ديال اليوم؟ زوين اخويا كي جاك نتايا؟ شنو عندك الرايات بزاف عطينا شي رايه اخويا كنبيع 20 فيهم سهل كل خير الله يحفظك الناس اللي كيعرفوا يستغلوا الفرص الخوت. الاخت باغا تقول لنا شي حاجه اختي كي جاك الماتش ديال اليوم؟ احنا فرحانين بالماتش بزاف وفرحه كبيره كبيره كبيره. خويا لعبنا مور الماتش وتاهلنا وكنستاهلوا التاهل. كي جاك الماتش اليوم؟ ماتش تاهلنا لقطر الحمد لله تاهلنا لقطر وان شاء الله وكل الله ما تكمل والله. وتقطع خويا عباس وخويا حنطور تقطع الله يطلق فاز. حنا فرحانين اليوم بزاف فرحانين بزاف المغرب ربح العز ديما مغرب ديما مغرب ديما مغرب ديما حلاله بويز ديما حلاله بويز قالوا اخويا بغينا فلوس حداده. شوف المغرب ديما كانت المقابله زوينه بزاف اخويا ما يمكنش عباس ما يمكنش دراري دراري شوف دراري كبروا بينا اخويا ما قصرش من جهتنا وما عندنا ما نقولوا بالرجوله. السلام عليكم كيف جاك المنتخب اليوم؟ زوين عجبك الماتش تفرجت في الماتش مزيان عجبك؟ فيفا الماغوك فيفا الماغوك تبارك الله عليك. تحية فيفا مغرب ان شاء الله هاد العام من بيرغامو تحيات شي تحية خويا. خويا كي جاك المنتخب اليوم؟ الحمد لله اول حاجه ثاني حاجه شوف ديما مغرب وديما قنيطره. اسمع ماشي على الحاكم العالم اسمعني اسمعني اسمع نقول لك كما كنشوفوا الاخوان بلبله ديال بصح في قنيطره كلشي عاجبو الحال كلشي عاجبو الماتش ديال اليوم كلشي فرحان كما المقابله كان ماتش زوينه فرحونا تبارك الله عليهم. هو خص المدرب يمشي بحال هكا نيجر حتى واحد ما باغا هاد المدرب المونديال خاصنا مدرب الحمد لله ما كرهتش مدرب محلي حسن فهمتي باش اخويا جاك الماتش ان شاء الله الحمد لله ماتش من المتناول والدراري تبارك الله مترينين ناضين ما ندعوا معاهم والله يسهل عليهم والله يخلي لنا حكيمي الله يعاونك. داك الشيء اللي كاين اخويا الله يحفظك. شوفوا سلام تحيه للمغرب ديما مغرب تبارك الله عليك بلبلة ديال بصح بلبلة الاخوان خاطر اخويا حداد الصيك لقينا مولينا شي حداده اليوم بزاف نادي 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 فرحانه كي جاك الماتش؟ احنا فرحانين بهذا التاهل ديال المنتخب المغربي اللي كما كتشوفوا هاد الاحتفالات هادو هما قنيطره ديما سباقه ديما فرحانين ديما فرحانين تبارك الله عليك. كي جاك المنتخب اليوم؟ انا اليوم حيت فرح اليوم انا فرحانه حيت جينا انا وبابا وماما وخويا الصغير واختي حيت اليوم ربح المنتخب ان شاء الله يربح في قطر ان شاء الله نديو الكاس. تبارك الله عليك برافو عليك. الماتش اليوم فرحانين فرحانين بزاف ما قدرنا فرحه والله العظيم تاهل ديال المغرب
والله العظيم لا خرجوا خرجوا معايا الدراري فرحانه بزاف والله العظيم. مبروك عليهم مبروك عليهم. الله يحفظك شكرا اخاتي. ديما مغرب ديما مغرب. شوف ان شاء الله كاس العالم ديالنا ان شاء الله ما تخافش كاس العالم ديالنا ان شاء الله. علاش لا علاش لا نديوش كاس عليك.